الجهاد المشاركة معنا في هذا الشوط. فتحت البوابات واندفعت الجهاد المنتجة محليا عمر ال3 سنوات التي لم تربح في أول الأشواط، الشوط الأول في الحفل 44، وكما تشاهدون الآن عوسج مع البداية في المقدمة، كذلك وشاهد صارع ومن الخارج الآن يدخل الاحتياطي أدبي في هذه اللحظات لخطف الصدارة والمركز الأول بعد أن دخل احتياطيا بعد انسحاب شداوة من هذا الشوط، ولا زال عوسج وأدبي وكذلك رقم 17 صارع في المقدمة الآن. صارع يتقدم الآن مشاهدين الكرام مع الانعطاف قبل الأخيرة في هذه اللحظة، لا زالت الصدارة لصارع، ومن الخارج الآن المركز الثاني لأدبي، المركز الأول لأدبي الآن. صارع يتراجع إلى المركز الثاني وعوسج إلى المركز الثالث، وكذلك المحاولة تأتي لمحي الخير في الدخول الآن إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، الانطلاقة والتنافس بدأ الآن، الـ400 متر الأخيرة مشاهدين الكرام. أدبي ينطلق ويهرب إلى الأمام في هذه اللحظات مع محاولات الآن للدخول من الخارج الآن لرقم 4 على ما يبدو في هذه اللحظة سامل الأجواد، بينما رقم 11 محي الخير إلى الصدارة بكل قوة في نهاية سعيدة لهذا الجواد محي الخير بعد المشاركة 6 والظهور 6 آخر المشاركة.